مرحبا محبي القطط، هل لاحظتم أن أذني قطتكم تتحركان باستمرار؟ تتحرك إلى الأمام، إلى الخلف، وحتى في الاتجاهين. هذه الحركات ليست عشوائية. في هذا الفيديو سنتعرف على ما تعنيه حركات أذني قطتكم وكيف يمكنكم فهم مشاعرها ومزاجها من خلال ذلك. استعدوا لاكتشاف عالم سري في لغة الجسد الخاصة بالقطط. عندما تكون أذني قطتك متجهتين إلى الأمام، فهذا يشير إلى أن قطتك في حالة من الانتباه أو الفضول. ربما تكون تراقب شيئاً ما أو تركز على الأصوات من حولها. عندما تكون أذني القطط موجهتين إلى الخلف، فهذا يعني عادة أن القطة تشعر بشيء غير مريح. قد يكون ذلك نتيجة لتوتر أو قلق. إذا كانت أذني القطة مسطحتين على رأسها، فهذا علامة على الخوف أو العدوانية. القطط تقوم بهذا عندما تشعر بالخطر وتستعد للدفاع عن نفسها. هل لاحظتم أن أذني القطة تتحركان في جميع الاتجاهات؟ هذا السلوك يشير إلى أن قطتك في حالة بحث عن أصوات معينة أو تحاول فهم ما يحدث حولها. إذا كانت أذني القطة في وضعية مريحة، غير متوترة أو متحركة كثيراً، فهذا يعني أنها تشعر بالاسترخاء والأمان. قد تكون القطة مستلقية أو جالسة بهدوء ولا تشعر بأي تهديد. هذه هي الحالة التي يحبها أصحاب القطة. عندما تكون القطة هادئة وأذنيها في وضع طبيعي، فإنها تكون مرتاحة وسعيدة. لا يوجد شيء يزعجها، وهي تستمتع بوقتها. أثناء اللعب، قد تلاحظ أن أذني قطتك تتحركان بسرعة مع كل حركة. هذا طبيعي ويظهر أن قطتك في حالة من التركيز والاستمتاع. في النهاية، تذكروا أن الأذنين تعتبران أداة قوية للتواصل عند القطط. من خلال فهم حركات أذنيها، يمكنكم فهم مشاعر قطتكم بشكل أفضل وتقديم الدعم المناسب لها. شكراً لكم على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.